عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سيغسين. إن شاء الله عجبوكم بيان سيغ الحلقات اللي تعديوا والمواهب اللي تعديوا معانا. اليوم مواهب جدد وصغيرات جدد، دونك تبعونا وتفرجوا فينا بشوفوا برشا مواهب. بتبيع اللي يحب يجي يشارك في إميسيون سيغسين ما تنسيبش صوروا فيديو قصيرة وتبعثوها على الباج فيسبوك وعلى الانستغرام سلوى مرزوقي سيغسين، واحنا بيان سيغ نكلموكم وتجيو بحذانا. اي بوركوا با موهبتك هذيك صغرونا تكون لك سبب باش تربح معانا فواياج لديزني لاند وتهز معك شكون ماما بابا اللي انت تحب وتزيد تربح فيديو كليب. وانتوما اللي قاعدين تتفرجوا فينا زادة ما تنسيوش باش تتبعوا بالكدي بالكدي حلقة اليوم والموهبة اللي باش تعجبكم. ساهل برشا الفوت، ما عليك كان تدخل على الفيسبوك وعلى الانستغرام سلوى مرزوقي سيغسين وعلى قناة حنا بعل تي في وتنزل جيم اكاهو جيم. بعد كيفاش يصير بارفوا يسالوني يا اخي نعمل جيم على سلوى مرزوقي سيغسين اكاهو ولا على حنا بعل اكاهو ولا لا؟ عندكم تدخلوا الثلاثة سلوى مرزوقي سيغسين فيسبوك وانستغرام وتدخل على الشين اوفيسيال نتاع حنا بعل تي في والفوت من بعد لا سوم نتاع لي 3. اي تبعونا ادخل اعمل جيم على الموهبه اللي تعجبك. بيان سور اليوم على المواهب اللي بحذينا يلزم يجي بحذينا انفيتي نعملوا برشا جو ونحكي ونشوفوا جديدو وزيدا يعطينا رايو في المواهب نتاع اليوم. اليوم جيت بحذينا نحسها صغرونا كيما صغار ابارامون باش نوريكم موهبتها حتى هي اليوم. دونك بحذينا انا نعرفها موني باندا. عسلامة موني. صافا مبروك عليك. لاباس؟ الحمد لله. شحويكم انتم؟ صافا الحمد لله لاباس. نحسك صغيرة مع الصغار. صغيرة صغيرة. تيلمون ديما تشارشيك تنقز. هكا ها. دونك نقول صغرونا مع ديما صغيرة، نقعد ديما صغيرة قد بالك. مرحبا بيك بحذانا ان توكا. اللي ما يعرفش موني باندا تو نزيد نتعرفوا عليه بعد ما بعضنا. تو باش نمشيو دابوغ مع بعضنا نشوفوا شنو قاعد يستنى فينا اليوم. بارك الله عليها خمسة وخميس على البنوتة المزيانة. مانيش حشيم على خاطرني نحب نظهر حشيم، أما أنا ما نحبش نوري الخبيثة بتاعي باش ما يخافوش مني. والله عايش كان ذولات والله عايش خويا، اما ذيك صفصو امك هذيك كلبه بنا ذيك صفي زعما تدخل السبيطار امها بلا ملح على ذايا فادي ما تضرب فيا كل مره بحال. سافا لباسه الحمد لله. انا نعرف باندا ديغنييرمون سمعت موني تو نحب نعرف موني شنو. موني بن محمد. موني بن محمد. دونك اللي ما يعرفش باندا شنو اسمها الحقيقي كيف ما ان الحق نتاع ربي نعرف باندا 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 وين دور نلقى موني هكا بارفوا نسمعوا وما نكبتيهش في مخي قد ما نكبتي باندا. مي توا راي اسمها موني بن محمد كمان سي لوغ باش يعرفوا اسمك ولا لقبك الحقيقي. نبداو من باندا. علاش باندا؟ والله هو بديت الفكره باش نحط الاسم وقت لي خمم باش نعمل شين يوتيوب كيفاش نحط مثلا موني بن محمد شني مش باش تخلي العباد يعني تحفظها يعني موني بن محمد نجمي تحفظش باغ كونتخ موني باندا يقعد في المخ. انت ديجا قلت لي قعدت في مخي باندا باندا من بعد تسألت شنو زعما موني شنو هذاك سيتي لوبجيكتيف باش يلوج عليا في اليوتيوب يلقاني ديريكتومون. وعلاش باندا عن علاش مش عصفور ما نعرفش انا موني قطوس علاش باندا علاش الحيوان هذاك بالذات اللي انت اخترته ما نتصورش اخترته هكاك كومبارتمون. باندا خاطر نحسه قد ما يكبر يقعد ديما صغير دونك حس اني حس روحي هيك قد ما نكبر ديما صغرونا دونك جي اسوسي ريت روحي في الباندا معني. مش بالك الباندا خاطر يتسمى من الحيوانات النادرة كمان محبوب برشا مي العبيد معناتها مش معروف برشا كيما نقولوا عصفور قطوس درشنية مي هو مهدد بالانقراض ديجا فهمت ديجا عملة نادرة وانت ماكش مهدد بالانقراض بتصور اللي عملة نادرة راني قلت لك عملة نادرة مش مهدد كيما الباندا كيما الباندا. الناس الكل تحب باندا هو ديجا حيوان مزيان على الاخر دونك الناس الكل نحفظنا موني باندا باندا. كنت تحكي لنا هكا شويه كيفاش بديت فكره منين بديت فكره التمثيل من اصله منين بديت فكره الزابينج منين بديت فكره اليوتيوب. اول ما بديت بالتمثيل هو عملت كاستينج سيت كوم صاحبه غير درجين تعدى صافي توا 3 زون
نعرف اي فيه مدام نعيم الجيني طارق بعلوش مثل مسيو فيه برشا كل مره انفيتي دونك بديت رول برينسيبال عملت وقتها وجماعه معناها نجحت فهمت نجح الرول وبورتون جافي با ديكسبيريونس قبل اي تسمى كان قاست عليك عندها 3 سنين رول برينسيبال علاش احنا دينا نحفظ موني باندا ونعرف موني ديرنييرمون الحق نتاع ربي ماني يعني هي حاجه تجيب حاجه اون فيت هو خاطر السيت كوم هذاك نجح على اليوتيوب مش على في التلفزه وقت تعدى في قناه ام تونيزيا ما كانتش معروفه برشا معناها الناس ضربوا ونجح مع اليوتيوب تفرجوا فيه عمل ملايين وقتها فيوز بعدها عملت اني مسرح عملت مسرح وخممت قلت علاش لا فيو كو التلفزه سي با اكسيسيبل ميم لي كاستينغ ما نسمعش بيهم معناها ساعات تسمع بكاستينغ كاستينغ تسمع به من بعد ما تفيقش وكل دونك عملت مسرح قلت علاش لي نعمل شين يوتيوب نتاعي وشنو باش نسميه خممت في موني باندا وبديت يعني مشوار. تلمو خممت عندك برشا مواهب دونك احنا في ليميسيون تاع الماب قلت ايا نعمل شين نتاعي ولا هو ديجا قبل ديما يسالوني شنو خاطر عملت من الاول بديت بلي سكتش وبعد عملت انترفيو خماضه وقت ايميسيون كبار نجيب ممثل ولا انفلونسر اكلي انت تبدا فيها خماضه ديجا خماضه هي ديجا خايبه انت ديجا ذاك ستيلي ذولي عملت لروحك فيها احلى منه انا من الاول مش في بلي انت هكاك ومن بعد كي تفرجت في حاجات اخرين قلت لي هي مش خماضه هي عامله من روحها خماضه اي هو كونسيبت ديكالي يعني مش ما تكونش مثلا انترفيو عادي منظمين وقاعدين يعني حاجه هكا ديكالي شويه وسينا تحسها حاجه في لونفونتين شويه ميم حتى الديكور نتاع الديكور هي اللي هو الشوا كان هكاك معناها انفونتان لي ادوليسون الاغلبيه ديجا هذيك هي كانت معناها الجمهور نتاعي هذاك هو فهمت دونك فوالا ومشيت من بعد جيت مره اخرى رجعت للتلفزه معناها من اليوتيوب رجعت للتلفزه وما اليوتيوب قعد هذاك مش باش نقص عليه معناها فوش نهار هكا تلقى روحك في التلفزه كهو تنحي اليوتيوب لا لا ها. لا خاطر اليوتيوب اون فيت نعمل شنو نحب اللي نحب نعمله الحاجه اللي تخطر لي على بالي نعملها في التلفزه ديما فما دي كونترانت فما حسابات اخرى يعني مش كيما اليوتيوب اما التمثيل ديما بيان سور في الدراما سورتو في التلفزه دونك جي با لو شوا نكملوا في انترفيو خماذا علاش انت مره في القديش مانيش قاعدين نشوفوا هي تتسمى سيت اون ميسيون على اليوتيوب نورمالمون نبدا علاش مش مثلا ماكش عملت لها وقت باغ اكزومبل العباد تقعد تستنى ليميسيون هذيك انترفيو خماذا علاش حسب ما قاعده الراه تصور مره في الشهر هبطها باغفوا مره في الشهرين باغفوا مره في الجمعه ساعات نلقى دو سمين ورا بعضهم هبطنا انترفيو خماذا باش احكي لك الحكايه علاش انت المحله توا عندك فكره على البرودكسيون وكيفاش دونك انت تسال فيا باش الجمهور يفهم معناها اي فوالا انا نفهم اول ما بديتها وقت اخو ماذا بديت في الصيف في الصيف خدمت ورا بعضه يعني قديش عندها عام لا الصيف اللي فات هي بديت الصيف اللي فات اون فيت الصيف اللي فات بديت الحلقه الاولى صورت وحده ومن بعد شوليت نعمل باش نربح الوقت خاطر الاسباس هذاك اون فيت ماهوش اسباس يعني ديكور نجي نحطو اشاك فوا في بيتك نتصور حاسيلو من الاول بديت في الدار لا نحب نعرف وين هذيك نحاول الدنيا الكل يهمني من الصالون نجبدها الكل ونحط الديكور نتاعي معناها اشاك فوا ونصور فهمت دونك من الاول بالواحد بعد قلت لي ما يساعدنيش لازم نجيب بليزيوغ انفيتي دونك يجيب بليزيوغ انفيتي هاكا نصور ورا بعضه وبعد هكا مونتاج نولي عندي كيفاش يقولوها الماتيير باش نصور نهبط كل جمعه باركونت من بعد وليت معناها وقت اللي تواتي الفرصه نصور حتى مش ديما تعرفوا مثلا ما عنديش كاميرا دونك كيفاش كيما نقولوا نتصرف في كاميرا باش نصور باش نتصرف في الضوء الفلاني باش نصور معناها ماهيش حاجه مش حاجه بسهوله اللي تصورها المتفرج نتصور مش سهله انا نفهمك ميلي قاعد يتفرج يلزمو يفهم زاد تقولي ما عنديش كاميرا انت قاعده تخدم ليبر معناها شكون اللي صور لك شكون اسكو معناتها شكون اللي معاك عندك شكون ولا تي سبونسوريزي في روحك بروحك ولا عندك ما فماش بواد برود ما فما حد شيء
ايه واد برود باندا موني باندا موني باندا وديجا هو كل مره النيفو بتاع يعني نحب نسال شكون اللي صور لك شكون اللي يتليلك بالضوء شكون اللي منتج لك الضوء هذاك كل مره وقسمه ساعات انبوبيت ساعات هكا عندنا لو لوكس نتاع باش نحطوا هكا ضوء ضوء بالرسمي كاميرا كل مره كيفاش ندلل على اصحابي مش بالتليفون مصورة لا 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 كاميرا جامي صورت بالتليفون لا من اللول ديما خاطر ظاهره الكاليتي مش اه اه لا جامي من اللول حبيت زاد خدمت على هذاك نحب نعطي ايماج مزيانه معناها اللي يتفرج مش يشد الكونتوني برك مي تعجبه معناها ليماج دونك زاد نوجه تحيه للناصر اللي كل مره يسلفني كاميرا دراكو زاد كيف كيف يوتيوب ناصر معروف سي ناصر وسام زاد كيف كيف سالم عليهم دراكو بلها انا مي فوتوغراف تبارك الله عليه زدت كل مره يعطي الكاميرا نتاعو بخلف زد شكر خاص حمزه مسعودي هو مخرج ما يعاونني ديما هكا يديريجيني مش مو فما هكا ان سيغتان نيفو ما نطيحش عليه مونتاج مونتاج انا نخدم وحدي مي ساعات كيما فيك انت تمنتج دونك تليبي. اي مش حاجه كبيره هو المونتاج اللي نعمل فيه مع هو نجم تشوف اما سا برون دو طون مي الحمد لله نوصلوا النتيجه حلوه كمان ناجحه باندا شنو قالت معناتها فريمون انا حاسب مريت اللي يحب يعمل حاجه راهو يعمل واللي يحب يوصل يوصل ما نجموش نقفوا على حتى حاجه بليتو ما فما حتى حاجه تنجم توقف العبد ديجا انا ديما نقولهم لي تالون اللي يجيو بحذينا الصغيرات كبشوا في حلمتكم واصلوا كبش اني نتذكر اول وقتها اول فيديو باش نصورها ساعه اني صورت بلوك كامل وربع عظم صورت بخاطر الكاميرا سي با وسي دوني باش نلقاها دونك حاطه الانبوبه نتاع الضوء مقابلتني عينيا باش صي ما عادش نجم نغزر مي كمان معناها مستحمله لين نكملهم الكل باش خاطر ما عنديش الضوء اللي كيما نقولوا يصوروا بي دونك تعب لي عينيا تلمو الانبوبه حطتها قويه اما هي خفيفه وتحسها مش طويله برشا 15 مينوت اكثر شويه خماضه 15 مينوت اي دونك حاجه سبات خفيفه اي ليه من الاول كنت نصور برشا من الاول كنت نصور برشا يعني نقعد نطول بعد لي وليت نفهم دونك ذي باش حاجتي اي حمل ما يحبش الطويل يحب حاجه قصيره خفيفه حتى في الماتير ترزن لك البي سي وتقعد مونيت خوان في كل شيء بنقص رزانه في البي سي بزيد حلقه بزيد حلقه بزيد نتصور ما تتعبيش الكارته كا برشا حسابات اليوتيوب انفيت يعلمك برشا حاجه تولي تبدا تخدم وحدك اي لازمك خاطر سينو ما نعملش هيك باش نقول حتى لين حتى ساعات ما تعجبنيش الحاجه اللي عملتها ميش عجبتني ميكم نقول حاول تنظف شويه منها ميساش قول خير من بلاش خم اكثر العبيد توا تعرفك على اليوتيوب على اليوتيوب زابينغ زابينغ باندا هو اون فيت زابينغ هذاك اي قبل ما كنتش نحب التنبير معناه ما نحبش نمشي في اما مشي معاك اي مشي معايا اي وقتها سيتي البروبوزيسيون بتاعهم هما قالوا لي حشنا بيك عملتوا في توناف توناف اي نوجه تحيه لداينا هو البروديكتور وقتها هو بروبوزيني معز القديري اون فيت لداينا دونك عيطوا لي وخدمت معاهم تعدت سيزون حلوه بون تقصت التجربه ما علاش خاطر ليميسيون توناف من بعد ما قصت شدوكم بالكل غاد يوزعوكم كيما قلت اني ما توزعتش فما شكون فما شكون مشى لاضحك معنا فما شكون مشى مع لطفي العبدلي فما شكون علاش انت ما توزعتش هذيك كان شوى منك انت ولا بتتخ ما القوى حتى نتصور انا الزابينغ يمشي في اي ايميسيون في اي بروجي هو نجح الحمد لله معناها زابينغ بالحق معناها برشا عباد سورتو جماعه الدومين شكروه وعجب برشا معناها اما ما جاتش هما ما جاتش منهم بروبوزيسيون واني ما حاولتش الحقيقه معناها تقصت اي اي تقصت ما حاولتش باش نشوف خاطر هو ماك تعرف نجم انت تطلب معناها نحب نعمل كذا ولا هما ديما ديجا توا التسعة قالوا لي الباب محلول قدامك معناها عندك اي بروبوزيسيون مرحبا بيك مي ما
ما عادش بور لو مومون بوتيتر تجربه جديده بالك شي في المستقبل. والدور الاخرين تاع شورب بالتليفون الو بوندا عندها صغرون ولا مشيت عملت كاستينغ ولا كاستينغ زعما كيم والله بي. ما يكلمك حد غادي ما تسمعش هما بيد بليغ عندك عملت هكا شويه اصحاب شويه لا 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 البرودكسيون اكزيكوتيف واحدة أخرى هي صحيح البرودكسيون بتاع التاسعة مي اللي لهين ما نعرفهمش ما يعرفونيش و أون فيت هي كيف سمعت بشور باش يتصور سألت في الإدارة قالوا لي ما نعرفوش ما عندنا حتى دخل سمعت اللي المخرج مديح بالعيد عملت مرة انترفيو مع مديح بالعيد في جوهرة فين ديكو عندي أمي في الفيسبوك قلت خلنا نكلمه قلت له سمعت راهو انت المخرج بتاع شورب وكذا قال لي راهو لاسيستون فلان الفلاني هو اللي ليه بالكاستينغ حط لي البروفيل نتاعو مشيت للاسيستون قلت له راني نحب نعمل كاستينغ هكا هو قال لي بيت اعطيني نمروك تنكلمو هكا هو كلمتني دوزيام اسيستون مشيت عملت كاستينغ وتقبلت وتقبلت بي دونك كيما قلنا اليوتيوب كان فرصه يظهر لي باش من حاجات صغرونين ولينا في التمثيل شفناك في ادوار بطوله شفناك في في مروب مروبين غول برينسيبال كيف حياه خاصه حياه خاصه من اليوتيوب زاد حياه خاصه جاتني اي ديجا من اليوتيوب دونك انت ترى روحك خير وين معناها في اليوتيوب كي تحط الكاميرا نتاعك قدامك وتبدا تصور اللي تحب انت والا في دور في مسلسل في دور في سيت كوم شنو تحب معناها نحب اليوتيوب برشا علاش خاطر اليوتيوب عندك الحريه تعمل اللي تحب اللي تحب عليه انت فوالا باغ كونطغ في التلفزه باش تتحط في كادر معين في كادر معين في هما وين باش يحطوك تبقى التمثيل حاجة أخرى يعني التمثيل نحب التمثيل إن شاء الله تتوفر لي الفرصة باش نمثل أكثر ساشونك هما فما ممثلين تبارك الله عليهم اكسبيريونس ومتخرجين من ليزاد وكذا وما مش قاعدين يمثلوا معناه ماهيش سهلة في تونس دونك جديد شنو فما جديد تابعوني على شان يوتيوب باندا موني خو ماذا كالعادة إن شاء الله باش تلقاوها زابينغ زيدا كيف كيف انت اول مره نورمالمون تحضر في ايميسيون تاع صغار اول مره سي فري باش تتفرج معنا اليوم من بعد عادات باش تقول لي تعجبك الايميسيون باش يعجبوك الصغيرات هو الجو عجبني ديجا هكا انت سورتو عندك البانديت بارتو دايرين تروح بهم الكل الكل باش تعبي وروح بهم ان شاء الله مبروكين عليك عايش اختي الغالي دونك اليوم ايميسيون كيما قلت لك نتاع صغار مواهب الصغيرات باش يجيبوا حدنا صغيرات محليهم عندهم برشا مواهب باش نتفرجوا انا وياك في المواهب وباش نعطيو راينا بيان سور واللي قاعدين يتفرجوا فينا زادا باش يتفرجوا معنا في المواهب نتاع اليوم وباش يفوتيو يدخلوا على الباج والانستغرام سلوى مرزوقي سيغ سين ويدخلوا زادا على الباج اوفيسيال حنا بعل تي في ويكليكيو جيم وانا بعتها ونسال موني بيان سور لشكون باش تفوتي داك تفرجوا نقول لك تتفرجوا بعد تقولي باش نمشيو مع بعضنا بيان سور توا باش نشوفوا الموهبه الاولى خير الله مستقبل فنان كبير مستقبل عازف موني تو تجي تتفرج وانتم تفرجوا باش تعطيونا رايكم خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعنايا مين
يجى فيها النوم 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 يا مسهرني ده انا قلبي بيسألني يغير احواله ويقول لي بياني يعني ما خطرتش على باله وعلى بال ده انا قلبي بيسألني يغير احواله ويقول لي بياني يعني ما خطرتش على باله على باله حنان قلبه عليا وفين حلاوة قربك فين فين الوداد والحني يا يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني ريحني واعطف على حالي وارحمني من كثر ذنوني ما شاء الله عليه بارك الله عليه يعزف ويغني دنيا كل شيء مستقبل فنان مانيش نكذب كي قلت مستقبل فنان ما شاء الله عليه احنا نسمو عرفني خير الله قديش عمرك 9 سنوات غير شهرين 9 سنوات غير شهرين ثبت 9 سنوات غير شهرين ثبت مش 9 سنين ونص مش 9 سنين غير الجمعه ما شاء الله عليه هو ميكلو شويه تراك دونك نورمال زيد احنا باش ندخلوا بعضه يا باندا قال لك 9 سنوات غير شهرين دونك سي بون اموره مليقلة فين سنه تقرا سنه تنتعدى الخامسه مش تتعدى الخامسه خير الله اليوم جينا من منين جيت من بنعون بنعون وين جيت بنعون في انا سيدي بوزيد مرحبا بك وحدينا تحيه لجماعه سيدي بوزيد الكل دونك وجماعه بنعون زيد نصفق عليهم تصفقه جيت بحذينا باش تورينا موهبتك اللي تستحق باش يديبلاسي عليها وباش يتابع عليها يظهر لي قل لي من وقتيش قديش عندك تعزف عام عام ديجا وهكا ما شاء الله شكون علمك ما شاء الله عليك بابا علمني في السلم الموسيقي عملت كونسيرفاتوار ولا علمك بوك كل شيء لا ما عنديش كونسيرفاتوار تعلم ولا ما شاء الله تعلمت وحدك ما تقراش كونسيرفاتوار لا لا بابا علمني في سلم موسيقي ثم استاذ اسمه وحيد التريكي في صفاقس بعث لي بعض فيديوهات اغاني وبعد اعتمدت على السمع في سيدي كيما يوم سهرني ما شاء وفريد الله وفريد الله تبارك الله يعني انت تعزف هكي وماكش قاري كونسيرفاتوار جمله لا يعطيه الصحه بوه الساعه اللي علمو وهو اللي شد صحيح انا بصراحه تو سمعتها معك الحكي مش في بالي تقرا كونسيرفاتوار وشكون علمك تشد العود بالطريقه البروفيسيونيل هذيك وتعزف بوك سيدي وحيد التريكي بحذيكم غادي كيسكن في سيدي بوزيد لا لا في صفاقس في صفاقس قال لك يبعثوا في اللي فيديو وهو بالسمعان معناه مغروم والسيد هذا سي الاستاذ نشكروه زيد كيف ما شاء الله عليه بصراحه قولي. واصل كمل وبقدرة ربي يوصل وناوي تكمل ولا ناوي هكا نفحة صغيرة وموهبة صغيرة ناوي نكمل انا شو نقول عنده عام هكا ديجا حاجة الاولى دونك باش يوصل بقدرة ربي قال لك ما قريتش لي كونسيرفاتوار لا حتى شيء من اليوتيوب معني حسب فهمت من لي فيديو اللي قاعدين يتصوروا قاعد يتعلم وحده تحية لبوه زيد نصفقوا عليه بوه اللي هو استاذ شو اسمه بوك توم العوني تومي العوني مبيبي وعليكم نقولوك يعطيك الصحة في خير الله وفي اللي علمته الخير الله دونك خلينا نشوفوك بيان سور نحب نشوفك القدام يا مرجية يبدا يطير تيران ان شاء الله يرجع المرجية نحبك في اميسيون واحدة اخرى متاع صغار جي اوا ديجا توا تما يطير تيران كما قلت انت ما شاء الله عليك دونك والاغنية وحدك تعلمت ولا انت حبيت تزيد الاغنية مع العزف خاطر تحسهم يكملوا بعضهم ولا قلت
لا لا انا حبيت في الاول ناس فلود وفي الثاني غنيت زغني. يعني فنان متكامل، تحب تكون فنان متكامل تعزف وكل شيء. فاندا شنو رايك، شنو تحب تقوله؟ ما شاء الله عليه، يعني ما عندي ما نقوله، كان يكمل هو ديجا شد صحيح ملغي ما فماش وين يتعلم وكل شيء، الغرام بوها عداهولو وهو مكمل، وان شاء الله ربي معاه ويكمل يشد صحيح ولابس بقدرة ربي يوصل توصل بقدرة ربي. كي تكبر هكا وتكمل القراية وتتخرج وتكمل قرايتك الكل، شنو تحب تولي تخدم؟ طبيب. اكيد عجبتكم موهبة خير الله، دونك اللي عجبته موهبة خير الله ما يسيبش يدخل على الشين اوفيسيال متاعنا بعد التي في الفيسبوك، ويدخل على الفيسبوك والباج على الباج فيسبوك سامحوني والانستغرام سلوى مرزوقي سور سين، ويكليك يجيب. كنحب سيدي بوزيد الكل يفوتي والخير الله. مش كان سيدي بوزيد احنا قداش عنا من ولاية في تونس؟ 24. تشبيك تفاسكيلو يا منى، خليت واحد يطلع التراك كتب فيك 24 ولايه نحبهم يفوتيو الخير الله، وحتى البرا بيان سيغ غلي يعيشوا البرا، وحتى خاطر خير الله موهبه تستحق تشجيع. انا نوعدك بحاجه اخرى من بعد ليميسيون واحد، ومن بعد هذيك نقولها لك سوبريز وحدك، فهمنا ولا خير الله. دونك كيما قلت لكم الكلكم فوتيو وعملوا جامل خير الله باش يوصل بيان سيغ. توا باش نتعديو مع بعضنا الموهبة أخرى، دونك نمشي ونشوفوا الموهبة الجاية شنوا، ونرجعوا مع بعضنا مع موني باندا. انا ما عدتي ما نحكي را شنو هذا؟ ساعة ذكرنا في اسمك؟ نورسين. قديش عمرك؟ نسيت عمرك؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة. ليه تشبيك يا موني عمرها ستة. شنو يا ستة؟ مش قلت لي مبكري 26؟ مش مبكري قلت لي عمرك 26؟ مش عمرها 26؟ هو المحلة تظهر كي عمرك 26 شنو تخدم انتي تا؟ انتي عمرك 26 ما هو؟ من قديش عمرك؟ قل لي ستة. سمحني ستة، انا غالطة من يظلي غالطة في باندا 26 ريت سمحني غالطة. نورشين عمرها 6 سنين ما شاء الله عليك. اش قولك؟ بارك الله عليها، خمسة وخميس على البنوتة المزيانة. ساعة انا غرت من حاجة يا باندا، شبشو قولك؟ قولي طلعتي شنو؟ شيء كبير اختي، برشا حاجات برشا حاجات غير منها يظل انا غرت من حاجات وانتي من حاجات. انا غرت من المكياج، انا غرت من البايت، انتي غرت من اللبسه ظاهره بكري وانتي تخزر لها هكا ما فهمتش علاش. قلت لها باش تسلفهم لي اما بارامون يجوني كبار شويه. ليه كبار؟ لازم تنقص فيهم. يظل يجوني انا كبار وقدك انت تجيوه. داكو فهمتك، خاطر انا بطبوطه شويه بهوك يعني باش نصدقك. لشكون تسلفهم لي انا ولا المونة؟ خاطرني انا طلبت لولا مش على حاجه. اي انا طلبت يا منى، انت تا باش تبدا تغير مش انا باش تسلفني بعد انت تسلفهم وانت باش تسلفك البلالت
والفازة هذية اللي محليها سلكتها كهو سي بون مرك مريضة فرحانة خرجت فرحانة. قولي قديش عندك في الجمناستيك؟ ما 3 سنين. ملي عمرك 3 سنين؟ ملي كنت صغيرة يعني وانتي تاو كبرت سمعتها؟ انا نحب نعرف حاجة فوالا لي ميداي ذوما وقتاش خذيتهم؟ وقتاش ذوما ما قديش من 6 ميداي وقتي خذيتهم وانتي صغرون عمرك 6 سنين وماخذة 6 ميداي؟ تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله عليك. جينا العام الجاي ب50 ميداي واحدة أخرى، ما وقت خذيتهم هذوما؟ حكي لي وقتش خذيتهم؟ عمي ولا 2009 من اللي عمرك من 2016 وانتي تاخذ في الميداي يعني من عمرها 3 سنين ما شاء الله عليك. فما 2016 2017 يعني ابارامون كل عام تاخذ 2 ميداي بريسك. ما شاء الله تبارك الله على السوبليس اللي في بدنك وكل شيء. شكون اللي لهي بيك في الانترينمون؟ ماما. شكون ستي شكون؟ نتي صابرين. صابرين قدموا لك تحيه صابرين. وماما مش لهي بيك يا وحيده؟ قالت لك ماما قالت لك ماما ها اهلي وهي ماما مسكينه اللي مبكري في الكواليس وعمل هكا وعمل هكا ماما نسيناها سي. وهي ماما اللي لهي بيها اكثر حاجه. شكون عمل لك المكياج؟ شكون ماما جينيها؟ شكون عمل لك المشطه المزيانه واللي لابسك؟ ماما. شكون يهز فيك تترينا؟ ماما بابا بابا بابا. شكون يروح بيك؟ بابا. دونك ماما وبابا يزم موجودين في الحكي. انا بارامون لما ماما شنو تخدم ساعه باش ما نبداش غلطه؟ راوضه. ماما يذولي جيرونت وين هي تترينا؟ تترينا قالت لك ماما لي. دونك هي اللي ليه هي بها. عندك خويت؟ اي. قداش من اخت عندك؟ زوز. انت الكبيره ماله؟ تي صغرونا تي صغرونا مش قلنا عمرها 26 سنه دونك هي الكبيره. علي لي سامحني غلطت مرة أخرى. عمرك 6 سنين أخوتك اللي أكبر منك أنت كهو تعمل في الجمناس ولا هما زادة موهوبين ويتريني وقل؟ حتى هما. أحكي لي شوية ميساج، شكون خير أنت ولا هما؟ أنا. أنا بكل ثقة في النفس. بكل ثقة في النفس هي مادام هي توا بحذينا دونك هي بعد كي هما جاو بحذينا توا نعرفوا شكون اللي خير صحيح ولا. قال لك كي تكبر هكايا واحد شنو تحب تولي تخدم؟ أستاذة. هيا بيه ما فماش طبيبة. طبيبة نستنى في طبيبة. حتى أنا نستنى في طبيبة. منين جيتنا اليوم؟ من تونس. منين من تونس؟ الكلنا من تونس. لحظة لحظة. عصفورة قالت لي أنت من باردو. أكيكا. مرحبا. بانديق في قفا. انا بصراحه الروبا قالت لك نعمل لنا دوره خلينا نشوفوا الروبا. هذا التونيو اللي تعمل به الجيمناستيك قولك محليها والله ما شاء الله. هي اللي مزينته. هي مزينه مزينته. اي واحد بحذايا شنو رايك تو باش تعطيني رايك بالحق في دي؟ والله محليها ما شاء الله عليها اللوك والكعكه نتاع عليها كل شيء في كارو عايشك كل شيء شي على قواعده ما شاء الله عليه. شنو هي حكايه بكري سمعتك تحكي على كيب ناسيونال؟ شنو شنو حكايتي كيب ناسيونال حقا؟ احكي لي. يظهر لي فما عصفوره جات قالت لي اللي نورشين عمرها 6 سنين واحنا ما عملنا حتى شيء بانداريت نهار علينا الجمعه الجاي ماشي باش تعدي في ليكيب ناسيونال كيكا تتقبل بازا؟ اكيد اكيد سيغ. هكا باش يبداو عينيه مغمضين يقولوا انت حاضره 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 للمناسبه القويه اللي باش تمثل تونس مريتش العالم. حاضرة؟ مريتش بكري. ليه متهنين؟ نحن متهنين به باش ترفعنا راسنا بيان سو ان شاء الله بقدرة رب. زين كل شيء هي كاملة الزين والعين والبدن والفينة وكالتحية كل شيء كل شيء كل شيء. أكيد عجبتكم نورشين. اللي يقول لي ما عجبتنيش نورشين فريمون سامحني فيه. دونك بيان سور تدخلوا على قناة حنا بعد تي في الباج فيسبوك نتاعهم لوفيسيال وتدخلوا على سلوى مرزوقي سور سين الانستغرام والباج فيسبوك وتكليكيو جيم صحيح ولا تكليكيو جيم باش نورشين تنجح معانا وتتعدى لو دومي فينالي بوركوا با تمشي تسافر لديزني لاند. كي تمشي لديزني لاند شكون باش يسمعك؟ ماما وبابا. ماما وبابا اي بوركوا با. هاكا ماما اون فان كونت
قالت باش نهزك انت كان حبيت انت ماما ديخ عليك حتى يا صح ولا لا ما شاء الله ربي يفضل ديما لي مامور ام لي اسيستانت لي ماناجير نتاع لي صغيرات هذوما دونك هما اللي يشجعوهم نورمالمون باش يوصلوا هما اللي ينجموا يتلهوا بصغيراتهم باش يوصلوهم هما في ايديهم معناتها كي تكون فما الموهبه هما اللي يتلهوا اكيد فما شكوره اكيد كالعاده فوتيو النور شين بيان سور توا باش نتعديو مع بعضنا نمشيو نشوفوا الموهبه الثالثه ميسا اش قولك تحاول ما قلتهاش غاديك شادين قارد مع ميسا هنايا حاسه روحي قاعده مع برانسيس صغرونا الاسم وعرفناه ميسا قديش عمرك 8 سنين 8 سنين بالضبط شنو الموهبه هذه ظلي انت كي تدخل الحومه نتاعك الناس كلها هربوا هرب ميسا جيتك هيك اي قدلك شقالك شوفوك هكا يا ذنوبي يفوك هكا ما يهربوش الحقيقة اش قالك يا ميسا ما شاء الله عليها ما حشيمة شوية حسيتها في البوليس نشطة أكثر سمعتش قاتلك شمية قالت حشيمة مش حشيمة قالت عليك حشيمة مانيش حشيمة على خاطرني نحب نظهر حشيمة اما انا ما نحبش نوري الخبيثة بتاعي باش ما يخافوش مني ورينا فازي ورينا الخبيثة قاتلك لهاش نوري الخبيثة بتاعي باش ما يخافوش مني هكاها وعندها الحق كيفاش تخبي ثمتيك احكي لنا عليه شوي ما خوف الناس انت تخوف الناس كيفاش قلنا كيفاش تخوف مثلا اخر مره خوفت شكون كيفاش نقول له امشي من حومتنا ونجيب العصا الله الله لا لا تعلم في العنف ميسا ميسا ماشي كل لا 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 احنا ما نعلموش صغيراتنا يجيبوا العصا بيان سور مي ميسا فينومين ميسا فينومين الحلم نتاعها هكا علاش فينومين من وقتيش وانت تترينا عندي ثلاثة عام ما سمعتش أعوامة ما سمعتش تسلي مع أعوامة استنى انا وذنيا ساعات ما تسمع شويه ترى سمعني نحي البلوطه دي باش نحي البلوطه البلوطه مسكرت لي وذنيا به انا هزينا شعرنا ثلاث سنوات يا ميسا يا ميسا عملت فينا اليوم بالزين وبالقربيت الراز وبالعينين الاخضر وبالروبا البرانسيس دوختنا ميسا وخوفتنا اوميم طون انتوما اللي قاعدين تتفرجوا فينا تحب تقول حاجه ميسا ساعه نحب نقدم تحيه لماما يقدم لها تحيه نقدم تحيه لماما على خاطرها هي اللي لبستني هي اللي جابت لي لهنا قدموا تحيه لامهاتنا الكل اللي تعبين في جره في جرتنا بليتو الكل نصيح ولا نقدم تحيه لماما من هنايا ديما تقول لي شبيك ما تقدمليش تحيه ماما نقدم لك تحيه نقول لك باي باي قدموا تحيه للام ونابيا اكيد فاطمتي الغاليه ما يتغشش علينا حتى حد فاطمتها الغاليه دونك كان عجبتكم ميسا اكيد عجبتكم ما تنساوش باش تدخلوا على الباج اوفيسيال حنا بعل تي في وتدخلوا على الباج اوفيسيال سلوى مرزوقي سيغ سين والانستغرام شنو يعملوا يكليكيو جيم الميسا باش تترشح معنا للدومي فينال بوركوا با وتتعدى يمكن تنجم تربح فواياج لديزني لاند وتزم معها شكون وتزيد تربح عن فيديو كليب وهي تضرب في برشا عباد كي وهي تتشعبط في شجره وهي تعمل في عركه كي واحنا نحزوا صح ولا دونك كيما قلت لكم توا قعدت معنا موهبه الاخرانيه موهبه الاخرانيه ياسر محليها عندها هي متعدده المواهب تنكتشفوها مع بعضنا نمشيو دابور نشوفوا الموهبه الاولى نتاع ملك ونرجعوا We'll be right back.
яблони и груши поплыли в тумана над рекой. تصفيق على ملك، بارك الله عليك ملك. ليش ما عرفناك العادة ملك؟ قديش عمرك ملك؟ 14 سنة. 14 سنة، من وقتيش وانتي هكا تعمل في جيمناستيك و... عندي 3 سنين. ريت الموهبة متاعي 3 سنين وعندها سوبليس هذيك وتحل الغناتيغال و... كل شيء يسيح ولا؟ ايه. كي تكبر شنو تحب تخدم؟ بفوت على سبور. هذي الحمد لله سي بون، هذي في نفس الجو هكا تعمل جيمناس واحد وكي تكبش تولي بروفا نتاع سبور ماني فيش قولك ساعه منى ما شاء الله عليها والله تبارك الله عليها شوف 3 سنين معناها 3 سنين ودونس ديجا لونشين ما عملته وحدي معناها مش وحافظه الاغنيه انت ما سمعتيش من بكري ما تغني معاها بورتون غيوصل حافظته وانا معناها مش الكوتش عملته لي وحدي عملته لونشين كوريغرافي وحدك وحدك صنعته هذاك اش قولك وشنو هو المواهب نتاعك خاطر انا فما هي جيت بموهبه الجيمناستيك وفما عصافر ديما يحكيوا لي حكايه ساعة باش نبدا بالعصفور الاولاني مش معاك مالي فما عصفوره يا جماعه قالت لي اللي مونا باندا مستقبل فنانه زاده طونكو احنا هنايا ايميسيون تاع المواهب نطلعوا لي تالون تاع العبيد دونك اليوم اكتشفنا موهبه جديده اسمها الفنانه مونا باندا مونا باش تغني لنا توا وما تنساوش باش تفوتيو المونا تفضل مونا ويا قلبي جرحك طال ويا شي سبب هوالو ويا صحاب القيل والقال ويا ما درت والو هاي يسلك حب تصفيق على موهبة مونا باندا وكيما قلت لكم فوتيو المونا فوتيو نمشي لديزني لاند باش تمشي لديزني لاند نمشي تو نمشي انا وياك مونا لديزني لاند كان هكا فما وحده اخرى اسمها ملك جات بحذينا هنايا اللي هي عندها موهبه الجيمناستيك وهي عندها موهبه اخرى اللي هي عندي الدانس والاغنية حاجه اخرى الاغنية لا نسيتها دانس لا تمثيل ليه؟ تقليد اي شكون شتقلدنا وصوتك عالي زيد خلي يعرفوا شكون شتقلدنا كلثوم كلثوم عرفتوها كلثوم ولا نتاع قطوس ترميد هاي قلدنا كلثوم هاي به كي نضل خذي لها معناها الحانوت بتاعها طلع كويس اي على شويه في صورتك يا يا نظوليتو محليكم احلى زين كي خذي لي الحانوت الكل ذي الحوايج كل شوني لو كلثوم راه لو كلثوم عندك كنت تلبسني في لور تلبس لي في موثي الكل محلاني والله عايش كان نظوليتو والله عايش خويا اما ذيك صف امك هذيك كلبه بولا ذيك سوفي زعما تدخل للسبيطار ما بلا ما لحال هذايا فادي ما يتضرب فيا كل مره بحاجك ما زدنيش حاجه اخرى ما علي ما زدنيش حاجه اخرى اي زيدنا حاجه اخرى تقليدا مقطع اخر من كلثوم باهي صوفي تضرب فيها باهي اوكي اجري ولي اجري وشوف هذه خالتي نقول لك فيها تضرب فيا برا عادي على روحك شنو قاعده تعمل انت لهنا في الدار هذا برا نمشي برا نمشي للسبيطار لما بلا ما لا حاله فيك كل مره تضرب فيا بحاجه كل مره تزاد معايا بكل راك مش لعب ولا تترافي سي بون تصفيق على ملك تصفيق على ملك تحب تقدم تحيه ملك اي لشكون قول نحب نقدم تحيه لمسيو نبيل مقدم أيه؟ بروف معناتها تاع الكورال بتاعي اللي شجعني باش نجي وحاب نقدم تحيه لماما تحب تقدم تحيه لماما انا نحب نقدم تحيه لكم انتم الكل اللي قاعدين تتفرجوا فينا ونعاود نذكركم اللي عنده موهبه مع اللي كان يصور فيديو قصيره يبعثها على الباج اوفيسيال حنا بعد تي في على الباج سلوى مرزوقي سيغسين وعلى الانستغرام وحنا نكلموا يجي بحذينا بوركوا با تكونوا ليميسيون سيغسين الفرصه الاولى اللي باش يوري فيها موهبته بيان سور اكيد عجبوكم مواهب ملك ما عليكم كان تدخلوا اد فوتيو الملك وتفوتيو الموني باندا ما تنساوش زيد على اليوتيوب موني باندا تحب تربح فواياج لديزني لاند بوركوا با علاش لي شوف شنو نقول لك انا تو نمشيو ساعه نشوفو ريزومي على اللي شفناه اليوم ونرجع مره اخرى
تفق على رواحنا بيان سور. محليكم الكل. ميرسي خير الله. نورشين اللي انا اليوم غيرت من مكياجك على الخ. ميسا ملك وموني باندا شقاولك في الجو اللي تعدى؟ ان شاء الله الكل يكملوا هكا وان شاء الله يوصلوا ان شاء الله بموهبتهم يا رب. ساعتين كلمه انت باش تكون مش فوتي ولا باش تكون ديمقراطيه تقول انا اللي هما الكل يهبلوا محليهم. لا ولا بالحق يهبلوا محليهم كل واحد حتى هما الكلهم يهبلوا. اي خلي الجمهور يحكم ولا ان شاء الله عليهم فوتي ولا حتى حد احنا ما ناثروا على حتى حد. دونك انتوما اللي قاعدين تفرجوا بيان سور الموهبه اللي عجبتكم تدخلوا تعملوا جيم على الباج فيسبوك سلوى مرزوقي سور سين وعلى الانستغرام وعلى الباج فيسبوك اوفيسيال حنا بعل تي في. يعطيكم الصحه. ميرسي انكور خير الله. مستقبل فنان كبير في تونس واصل ما تقفش. نورشين عاد هذيك اليوم ذي عصفورة ليميسيون اليوم طيروا بها في النفس. صغرونا بالكل. البرانسيس ميسا حاولت بالروبة بكري كانت توا أنوثة توا ترى الروبة والأنوثة والدنيا الكل ملاك رد بالك تبطل ملاكة نوصيك شا. أوكي أنكور مرة أخرى موني باندا نستنيو جديد نستنيو شوية زابينغ شوية قشتيل على شوية تمثيل على برشا حاجات أخرين. دونك نستنيوك بيان سور. صغيراتنا اليوم مش باش يروحوا يديهم فارغين. دونك روسو ميرسي بوكو روسو كيدز ديما يفرح بصغيراتنا ويعطيهم كادوات صغار ولا كبار. عطينا كادواتنا يا روسو كيدز. سي وينك يا روسو كيدز. ميرسي روسو كيدز على الكادوات. نورشين ميسا مالك خير الله. انا هكا ديما نذكركم في اساميهم باش كي تدخلوا تفوتيو تتذكروا وين الكادو نتاعي. شنو الكادو نتاعك انت؟ مش قلتي صغيره مازلت وكذا؟ باندا باش نعطيك باندا من الديكور. عندك الباندات الكل دايرين بيك. اختار الباندا اللي تعجبك وروح بها معك. اوكي دونك فوتيو للصغيرات على قناه حنا بعلو سلوى مرزوقي سخسين. وتوا مقعد كان باش نقولوا لهم استنيونا في حلقه جديده. وكيما قلت لكم استنيونا في جديد نتاع باندا محلاه مكياجك حقها اليوم. ريت دونك ميرسي بوكو لاسباس ماري تيسير راس جبل يعطيهم الصحه فرحوني بالمكياج. وانا زيدا كيف نحب نقول ميرسي بوكو اسباس ماري تيسير راس جبل في بنزرت. اللي يحب يعرف الخدمه نتاعها برشا عندها خدمه ياسر مزينه يدخل على الباج فيسبوك اسباس ماري تيسير. وتوا ما قعدت كي باي باي, باي. باي.